وعشان كده تعالوا ندعي ونقول: اللهم يا من جعلت في حياتنا أسرارا، اجعلنا يا ربنا نطلب فيها الأنوار، واجعلنا يا ربنا من حفاظ الأسرار، واجعلنا يا ربنا ندخل تحت سترك ولا نهتك سترك علينا بمحبة أن ينظر إلينا الناس وأن ترمقنا الأبصار. اللهم اجعلنا دوما في سترك ولا نفشي سرا أبدا، جعلته بابا من أبواب نعمة حفظك لنا يا رب العالمين.